السلام عليكم مرة ثانية. عندي كم ملاحظة. أول شيء، يوم المحاضرة الجروب أي فقط، فاللي جروب بي خليه يطلع من الجوجل ميت يروح على محاضرته اللي هي أعتقد إلكترونيك حاليا. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، نزلت لكم أساينمنت قبل كم يوم. ما أعتقد أكو أحد اجى سأل او استفسر عن شنو هذا الاساينمنت. هذا الاساينمنت عليه درجتين على السعي، هو تقرير عن مشروع معين ولازم تتبعون التعليمات وبعدها تقدمون ريبورت وبرزنتيشن عن المشروع. التقرير هذا حيكون اونلاين بوقت محدد، من ينتهي الوقت بعد ما حد يقدر يسلم، بالاضافة الى انه ب بلاغاريزم تشيك. البلاغاريزم تشيك اللي هي راح يتشيك الكوبي بيست مالتكم، فلهذا انصح الكل انه لا تحاولون تسوون كوبي بيست بهذا الاساينمنت. الملاحظة الثانية. اما الملاحظة الثالثة، اليوم عندكم كويز بالمحاضرة السابقة، سؤالين بس بسيطات، حاولوا تجاوبوهن باسرع وقت. رابط الكويز راح ينزل بالشات بوقت، يعني أثناء المحاضرة إن شاء الله. واضحة الملاحظات طلاب؟ اكو احد عند مشكلة؟ اكو احد ما وضحت له الشغلة؟ خليه يرفع ايده يعني، لانه ماكو اي جواب، ما دا اسمع شي. اي نعم، تفضل. 3 1 4 0 3 2. السلام عليكم دكتور. العفو دكتور، وعليكم. بس اسف على المقاطعه، اي انه هذا التقرير يعني او البحث انه على علم زائف قبيل وهسه صار حقيقي لو شنو، لان هاي شوي صار عندنا خربطات فيه، ما نعرف يعني شنو. لو سائلين، يعني اول شيء المفروض يعني اللي ما يعرف المصطلحات يقدر عنده جوجل ترانسليت يترجم الاساينمنت كله حتى يعرف شنو المطلوب من عنده. اما الاساينمنت يعني بشرح بسيط، هو شلون نفرق ما بين العلم الزائف والعلم الحقيقي، شنو الكرايتيريا اللي نعتمدها حتى نفرقهن، وانه راح تنطي انت مثال عن علم زائف وتبلغنا بالتقرير ليش هذا علم زائف وفق شنو. يعني دكتور، انه وفق المصادر الحديثة انه ثبتت هذا العلم زائف قبل. لا يعني هي اكو كرايتيريا يسموها محددات ليميتات، يعني مثلا اكو قوانين، اكو حدود لما هو العلم الحقيقي وما هو العلم الزائف. فأنت ما راح تجي تختار مثلا أي مثال، خلينا نقول راح تختار فد علم معين تجي تطبق عليه هاي الحدود، تجي تطبق عليه هاي الكرايتيريا، راح تشوف أنه هذا علم زائف أو علم حقيقي، وتعطي أنت الأسباب مالتك، تقول هذا علم زائف لأنه كذا وكذا، تنطبق عليه القاعدة الفلانية، تنطبق عليه المشكلة الفلانية. أنت اللي راح تناقش اختيارك. طبعا يعني اكو بيها الاسايمنت بهواية تعليمات المفروض انتو تتبعوها بالتفصيل. الاسايمنت هذا لكل الكلاس، لا اي ولا بي، للكل. اتمنى انه تترجموه، اللي ما دا يعرف له يترجمه، يقرأ مرة ثانية، واذا ما فهم من عنده خليه يجي يستفسر من عندي. مشكور استاذ، صار زحمة عليك. لا رحمة إن شاء الله. أكو ممثل بيناتكم حاليا؟ السلام عليكم وعليكم دكتور. السلام. يعني دكتور، بس استفسار هو بخصوص هذا نعم. التقرير. يعني دكتور، العلم أنا أي. أختاره وأكتب عنه وأشوف مثل أناقشه؟ نعم. ها، شكرا دكتور. اهلا وسهلا. بالنهاية اكو حاط لكم انه
تشيك تقريرك ايش يحتوي، لازم تقريرك بتعريف للعلم والعلم الزائف واللا علم، لازم تقريرك بشون نفرق بيناتهم، لازم تقريرك بشرح عن العلم اللي انت اختاريته، العلم الزائف اللي انت اختاريته. مثلا انت اختاريت علم اي، علم اي هو شنو؟ تشرحه كما هو، بعدها تعطي شرح ليش هو علم زائف. هاي موجودة النقاط كلها مذكورة بالموضوع. اي نعم، رفعت دكتور ايدك، تفضل. عين دكتور بالوقت غير وقت، يعني شلون اتواصل وياك؟ شلون اسالك؟ انتو حاليا ما تقدرون تنزلون سؤال على الكلاس روم؟ ما عندكم صلاحيات؟ لا نقدر استاذ. اي خلاص، هذا هو دكتور. يعني اذا تريد على الكلاس روم، اذا تريد على الايميل، زين. الجيميل؟ اي على الجيميل، على الايميل مال الجامعة، افضل الكلاس روم، خاصة اذا كان عندك سؤال يعني يخص المحاضرة، راح نقدر نجاوب ويصير الجواب واضح لكل الطلاب يعني. على التقرير ده اسال، على التقرير. ايه تفضل اسأل على يعني على الكلاس روم، حتى الجواب يكون للطلبة كلهم. اوكي دكتور. ماشي. زهراء علي فاضل تقول دكتور كل طالب وحده، لو كم طالب بالبحث؟ زهراء، زهراء لو قارية الاساينمنت كان قريتي انه انا ذاكر لكم لازم تشتغلون جروبات. نعم دكتور. خلي بس نتأكد انه هاي المعلومة موجودة، انا اتذكر كتابتها. ايه بليز ورك ان جروب اوف فور، رجاء جروبات من 4 طلاب. نعم دكتور. جاي. دكتور بس نكتب بخط الإيد لو طباعة؟ لا 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 لا، حاسبة نعم دكتور اسهل شكرا. لكم يعني، ما اعتقد انه خط الايد يعني حيكون سهل. نعم دكتور نعم. جاي. طلاب سألت اكو ممثل بيناتكم، ممثل مال الطلبة، ممثل مال الجروب مالتكم؟ ماكو. جيد، شكرا. لا، نجي اليوم على محاضرتنا. المحاضرة الثانية، محاضرتنا عن جهاز اسمه الهوت اير اوفن. الهوت اير اوفن هو جهاز فرن. نعم دكتور احنا هاي اول محاضرة ناخذها، ما ماخذين محاضرة قبلها. منو اسمك ويا علي. جروب؟ نعم دكتور. جروب اي احنا دكتور، ما ماخذين محاضرة، اخذنا بس دكتور عصام محاضرة ذاك اليوم، ويعني نظري ما اخذنا. صراحة محاضرتين نزلت ومحاضرتين أخذت يوم السبت ويوم الثلاثاء، فأنتوا يا تأخذوها السبت يا تأخذوها الثلاثاء. أنت ما موجود الظاهر دكتور لا بس السبت ولا أستاذ الثلاثاء. عصام، بس أستاذ عصام أخذنا محاضرة تعريفية أول محاضرة دكتور. يوم السبت أنا أخذت أول محاضرة، بعدها أستاذ عصام أخذ محاضرة بعدي بثنتين ونص أخذ. بس دكتور العفو، اعتذر عن المداخلة، يعني احنا صار عندنا تضارب بوقتها، أخذنا دكتور مؤيد نعم، وأخذت اثنين أنت. زين. يوم الثلاثاء من حل التضارب؟ لا ما انحل، شلون من حل؟ يعني احنا ثلاثة ما ماخذين هسه، انا بالنسبة لي ما ماخذ ثلاثة، هاي أول محاضرة إلي وياك. الثلاثاء أول اتخذت شيء من 12 ونص. يوم الثلاثاء ب 12 ونص، شنو المحاضرة اللي اخذتها؟ دكتور يوم الثلاثاء ب 12 ونص أخذنا دكتور مؤيد. يعني دكتور مايا اخذكم محاضرتين الكترونيك لنفس الموضوع، يوم السبت اخذكم ويوم الثلاثاء اهم اخذكم. دكتور يوم السبت كان اجانا دكتور مؤيد، اخذنا المحاضرة ما اخذها، يعني كان النت عنده ضعيف وقطع، فقال خليها على غير يوم، هي كانت محاضرتك بوقتها.
زين، ما قلتوا لانه احنا هاي مو محاضرتنا. دكتور كان الجدول تغير الجدول ونزلوا جدول جديد وهيك صارت يعني، فاحنا من ما كنا ندري. على العموم المحاضرة الأولى نزلت مرتين، تقدرون تشوفوها، نزلت للجروبين المفروض أي وبي، تقدرون تشوفوها اثنيناتهم. المحاضرة الأولى كانت عن Generalized Medical Instrumentation System، وهاي المحاضرة الثانية. المحاضرة الأولى رجاء نرجعوا لها طلاب بالكلاس، موجودة تسجيلين، التسجيل دكتور الأول تسجيل شرح مطول، والتسجيل الثاني كان شرح مختصر وإعادة للطلاب اللي اجوا يوم الثلاثاء. هسه جروب اي يعني كله ما ماخذ محاضرة اولى. لا مو كله، يعني اكو طلاب دا يقولون اخذنا محاضرة، واكو طلاب دا يقولون ما اخذنا محاضرة. فالمحاضرة الاولى تقدرون ترجعوا لها ما دامها مسجلة، بالاضافة لانه البي دي اف مالتها نازل، وكان المفروض تبلغون الممثل مالتكم يجي يحكي وياي بخصوص هالفقرة هاي. نرجع لموضوعنا. المحاضرة طيب اللي قبلها اللي كانت محاضرة تعريفية، نعم دكتور، أخذتنا محاضرة تعريفية. ايوه، وبعدها صارت محاضرة الميديكال سيستمز، وحاليا محاضرة الاوفن. محاضرة الميديكال سيستمز ارجع اقول لكم شوفوها بالكلاس روم. محاضرة بسيطة سهلة، يعني مو ما بيها مشكلة. نجي على محاضرة اليوم عن جهاز الاوفن. جهاز الأوفن جهاز الأغلبية عندها من عدة بالبيت، هو نفس جهاز الفرن سواء غازي أو كهربائي، جهاز يسخن لنا منطقة معينة حتى يسوي لنا عملية تعقيم. جهاز الأوفن هو من أجهزة التعقيم، نحاول نعقم به المواد والأجهزة الطبية اللي نستخدمها حتى نقدر نعيد استخدامها على مريض ثاني. من يعرف ليش دا نعقم الأجهزة؟ ليش ما نعقمهم؟ شنو المشكلة؟ أي نعم. دكتور حتى لا تنتقل الفيروسات من مريض صح لمريض. مضبوط، هذا أبسط شيء، حتى لا تنتقل الفيروسات والبكتيريا من مريض إلى ثاني. النقطة الثانية، أي تفضل. ثلاثة واحد دكتور أربعة، حتى مثلا جراثيم جسم المريض إذا ما عقمناه. أي نعم، الفيروسات والجراثيم أما راح تنتقل من مريض لمريض فنحتاج نعقمها ما بين كل استخدام، أو راح تنتقل من الجو، الجو أيضا ملوث فإحنا لازم نعقمها أيضا قبل الاستخدام. فالتعقيم عملية كلش مهمة بالأجهزة الطبية، عملية ضرورية ولها عدة طرق للتعقيم مو طريقة واحدة. كل قطعة، كل جزء من المستشفى له عملية تعقيم مختلفة. فعندنا مثلا أجهزة، عفوا، عندنا غرفة العمليات لازم تعقم بطريقة شكل أو تعفر، عندنا الأجهزة الستانلس ستيل المصنوعة من مواد ستانلس ستيل تعقم بطريقة شكل، الأجهزة الزجاجية تعقم بطريقة ثانية، وإلى آخره. جهاز الأوفن يستخدم للتعقيم والتجفيف، في بعض الأحيان يجففون به، والصراحة بعض الأحيان أهل المستشفيات يطبخون بيه، يعني ما أكذب عليكم يحمون بيه الأكل الصبح من يجون جايبين ريوقهم وياهم. وشفتهم يعني أكثر من مرة يسوون هالشيء هذا. طبعا هذا الشيء خطر لأنه الجهاز الأوفن ما يقتل البكتيريا بصورة كاملة، والبكتيريا والفيروسات بالمستشفيات كلش قوية. اصلا البكتيريا اللي بالمستشفيات اقوى من اي بكتيريا موجوده ثانيه، لان تتعرض دائما للتعقيم فتصير مقاومه للقتل، مقاومه للتعقيم، فتبقى بداخل الاوفن، والاوفن ما يقتلها بصوره كافيه فتصير خطره. بس الجماعه ما مهتمين بالموضوع. اول ورقه يعني غالبا بس تشرح انه
الهدف من المحاضرة شنو، فكرة المحاضرة الأساسية شنو، وبري تيست بسيط. محاضرة تقريبا 3 ورقات، يعني مو في المحاضرة كبيرة. الأوفن تعريفه يقول الهوت اير أوفن is a device used for heating applications such as drying and sterilizing glass waves, surgical tools and others. This device is thermostatically controlled and electrically heated. Hot air oven هو جهاز يستخدم لتسخين الأشياء وتجفيفها وتعقيمها، مثل الأشياء الزجاجية الجراحية وأخرى. هذا الجهاز نتحكم به بالثرموستات ونسخنه بالحرارة. جهاز بمكونات ميكانيكية وكهربائية. مكونات الميكانيكية هي الأجزاء الخارجية اللي احنا نشوفها، الحجرة، البوابة، الرفوف، هاي كلها أشياء ميكانيكية مو أشياء كهربائية. الأشياء الميكانيكية مثل الكوت، الأوتر شيلد، اللي هي الغلاف الخارجي للأوفن. خلينا نشوف الميديكال أوفن قبل أن نكمل شرح عليه. واحد شايف الميديكال أوفن؟ لا. بيت عيادة، شايفة بمستشفى، اكو احد؟ دكتور بالصورة كصورة شايفينها. بس صورة. اي اكو طالب رفع ايده؟ نعم دكتور شايف. وين، بمستشفى لو بعيادة لو؟ يعني طبيب أسنان موجود. جيد، بس راح نشوف صورة. خلينا نسوي لكم شير لها. بينت الصورة؟ طلاب الصورة بينت؟ الصورة دكتور واضحة؟ نعم دكتور واضح. جيد. طلاب بس حاولوا يعني تجاوبون بسرعة حتى نكمل المحاضرة. يعني مثل ما تشوفون هذا عندنا الأوفن، إلى أشكال متنوعة متعددة. الكنترول مالته شاشة، الكنترول مالته نوب يعني يدوي، الحرارة مالته ميكانيكية، مقياس الحرارة كهربائي إلى آخره، بأشكال كلش هواية. بس الفكرة الأساسية والمبدأ ثابت، مبدأ العمل هو ثابت. عندنا القشرة الخارجية اللي هي تكون ألمنيوم أو ستينلس ستيل، البوابة، الرفوف، ده تشوفوها رفوف بالضبط مثل فرن البيت برفوف، والكنترول، وهاي بوابة جام راح نشرح عليها أو نسألكم عليها الأفضل. إذا لاحظ هذا فرن كهربائي مال البيت، نفس الفكرة، بوابة وقشرة خارجية ورفوف ومتحكمات مال حرارة. هذا الأوفن بشكله الافتراضي. مكونات الأساسية هسه راح نشرحها. نرجع المحاضرة. وهسه الصوت، اكو طلاب بده يقولون الصوت مو واضح. واضح دكتور واضح. جيد. بس خلي يكون بعلمكم الحضور ده يتسجل الكترونيا، يسجل كل دخول وكل خروج وش قد طولت اثناء المحاضرة. يعني بس حتى تكون المعلومة واضحة عندكم. المحاضرة حاليا واضحة قدامكم؟ نعم واضح دكتور. ليه؟ فالميكانيكال بارت اللي هي القشرة الخارجية أو الغلاف الخارجي،
الحجرة هي الحجرة الداخلية اللي تنحط بها الأجهزة، والرفوف شيلدز أو ميش، والفايبر جلاس. الفايبر جلاس احنا ماذا نشوفه؟ بس الفايبر جلاس من يعرف عنه قبل ان نشرح؟ من يعرف؟ منو سامع بالفايبر جلاس؟ يقدر يكتب، يقدر يحكي، يقدر يرفع ايده. اكو احد سامع بالفايبر جلاس؟ اي يستر انا سامع. جيد. شنو الفايبر جلاس او شنو اللي هو استخدامه؟ يصلح مادة يصلحون بها مثلا دعاميات السيارات، هاي الأمور. صح، صحيح. اسمك شنو؟ رشوان. رشوان عودة. رشوان، حكيك صحيح، الفايبر جلاس، بس هو مو نفسه هذا اللي دا نستخدمه بالأجهزة الطبية. ذاك يستخدمه مال تصليح الدعاميات وغيرها. هذا اللي عندنا نستخدمه للعزل، تكوينه غير شكل يصير. أوكي، مكوناته يجوز تشابه، بس الطريقة اللي نشكل بها الفايبر جلاس مال العزل تختلف. بالحقيقة هو مو اسمه فايبر جلاس، هو اسمه وول فايبر جلاس أو وول جلاس أو إلى آخره، صوف زجاجي أو صوف صخري، أكو نوعين من عنده. ليش صوف؟ لأنه هو تشكيله يصير مثل الصوف، وفائدته تكون مثل الصوف. الصوف فائدته عزل حراري، والصوف الزجاجي والصوف الصخري أيضا فائدته عزل حراري. يجي يشرح على المكونات بالتفصيل. القشرة الخارجية the coat is made of aluminium or stainless steel because it characterized by the following. تنصنع الغلاف الخارجي للأوفن أما من مادة الستينلس ستيل أو من مادة الألمنيوم. ليش؟ لأنه بها عدة فوائد أو بها عدة خصائص إحنا نحتاجها. إنه resistant the mechanical shocks، تقاوم الصدمات الميكانيكية، يعني ينضرب، يوقع، يصير له كذا، يقاوم هالشي هذا. resisting the oxidation، أكو أحد مقاوم للتآكل. صح، صحيح جدا، مقاوم للتآكل. الألمنيوم والستينلس ستيل جدا مقاومات للتآكل. من يتذكر ليش الألمنيوم مقاوم للتآكل؟ أحد يتذكر؟ ما أعتقد ماخذيها خامس سادس هيك شيء. الألمنيوم بالعراقي ميزنجر، ليش؟ استاذ لأنه يتحمل درجات حرارة عالية. لا، مو هذا السبب. الزنجر أو التآكل هو عملية تفاعل مع الأكسجين. الحديد يتفاعل مع الأكسجين بوجود الرطوبة فيصير أكسيد الحديد، وأكسيد الحديد ينخلع عن الحديد ويوقع فيصير الزنجار مثل ما نشوفه قدام عيننا. بس الألمنيوم ليش مقاوم؟ أحد يتذكر؟ ما يتفاعل دكتور؟ يعني نقدر نقول هيك شيء، بس الشرح الأفضل أو علميا الألمنيوم يتفاعل كثافة المعدن. لا، يعني الموضوع ما يعتمد على الكثافة. الألمنيوم يتفاعل مع الأكسجين، يتأكسد، يصير أكسيد الألمنيوم. أكسيد الألمنيوم طبقة ملتصقة جدا بالألمنيوم، يعني يسوي طبقة حماية على الألمنيوم. هو يتأكسد، يتفاعل، يزنجر، خلينا نقول بالمعنى الحرفي، بس ما توقع. هاي الطبقة تظل ملتصقة بالألمنيوم، ما توقع، شديدة الالتصاق، والطبقة جدا خفيفة. عكس الحديد، الحديد من يتآكل، من يزنجر، من يتأكسد، طبقة أكسيد الحديد تنخلع عن الحديد وتوقع، فتظهر طبقة حديد جديدة. طبقة الحديد الجديدة ترد تتفاعل وترد تنخلع عن الحديد وتوقع، بينما الألمنيوم يصير بالعكس، طبقة الأكسيد تلتصق بالألمنيوم وما توقع، فتسوي له طبقة حماية. هاي من ناحية مقاومة التأكسد. يكون شكل الفرن مكعب مثل ما شفناه أغلبنا، على مود يكون مكانه سهل بالنقل، مكانه الجيومتري مالته، الشكل مالته،
نقدر نصفط واحد بصف الاخ الى اخره. ما معقول نسوي فرن دائري مثلا، فرن اسطواني عدا افران الحرق طبعا. الغلاف الخارجي يتكون من عدة طبقات من العوازل. The coat consists of several surfaces. An isolator material prevents heat from getting outside. يتكون من عدة طبقات من ضمنها المادة العازلة تنحط بالنص حتى نمنع الحرارة من أنه تخرج. فالأوفن راح يكون عندنا طبقة خارجية، بعدين يجي الفايبر جلاس طبقة العازل، بعدين تجي التشامبر. فما بين التشامبر وما بين الغلاف الخارجي أكو جعفر ضياء بده يحاول يدخل للميت بإيميل، مو إيميل الجامعة، بلغوا أنه لازم يدخل بإيميل الجامعة. طبقة العازل، طبقة العازل شنو أهميتها؟ أكو واحد رفع إيده، كم طالب؟ إيه 3 1 4 0 5 8 رفع إيده، رفعت إيدها. تفضلي. لو بالغلط يجوز بالغلط، من زمان استاذ. اوكي جيد، شنو فائدة العزل؟ هسه اغلبكم عندكم ثلاجات بالبيت، الكل عندها ثلاجات بالبيت. الثلاجة اذا نحاول نفتحها وتنشق الباب راح نشوف اكو طبقة عازلة صفرة، مادة صفرة. اهمية العزل شنو؟ ليش بدنا نعزل؟ استاذ حتى ما يوصل تيار كهربائي للجسم، ما يوصل تيار كهربائي. هذا العزل الكهربائي، احنا بدنا نحكي على عزل حراري. بس زهراء علي فاضل حطت سؤال تقول خفض استهلاك الطاقة الكهربائية. صراحة زهراء هذا مو سؤال، هذا جواب، وجواب كل الصحيح. العفو دكتور، يعني الحفاظ على العفو دكتور هو الجواب، بس بتعرف يعني صحيح او خطأ. جوابه صحيح. اي 3 1 4 0 9 8 كمل. العفو دكتور، الحفاظ على درجة الحرارة يعني. صح، دائما احنا عندنا بالحرارة، الحرارة تنتقل من الحار الى البارد، لحد ما تتوازن الحرارة ما بين الجسمين. فنعزل الوسط الحار اللي احنا نريده الاوفن حتى نخفض استهلاك الطاقة الكهربائية، حتى لا تظل الحرارة تنتقل الى الخارج. اول شيء احنا ما نريد الغرفة تحمى بسبب الاوفن، فاحنا ما نريد ننقل الحرارة للغرفة، الغرفة راح تصير مثل حرارة الأوفن. ثانيا احنا نريد اقل استهلاك طاقة، دائما الهندسة تدور على اقل استهلاك طاقة واعلى كفاءة، فنريد نقلل استهلاك الطاقة حتى لا الأوفن يظل شغال ويظل يصرف كهرباء حتى يسخن الوسط، بينما الوسط نفسه دا يعبر كهرباء، عفوا دا يعبر حرارة الى الاتموسفير اللي هو الدائر مدائر، او الوسط الهوائي اللي دائر مدائر. فشلون نعزل هذا الشيء؟ نعزله بواسطة مواد عازلة للحرارة، مواد سيئة التوصيل للحرارة، سيئة التوصيل للحرارة. مثل ما احنا ده نعزل الكهرباء، واير الكهرباء نعزله ببلاستيك. ليش؟ البلاستيك مادة ما توصل كهرباء، سيئة التوصيل، فنعزل الواير الكهربائي ببلاستيك. الحرارة نعزلها بمواد سيئة التوصيل للحرارة. من يعرف أكثر مادة سيئة التوصيل شنية؟ سيئة التوصيل للحرارة. زين، خلينا نسهل على أي حسن أسعد رفعت إيدك. الخشب، صح، الخشب عازل للحرارة. يستعملوا بعزل الحرارة، بس أكو شيء أحسن من عنده. أي ألياف زجاجية، صح، الألياف الزجاجية. الألياف الزجاجية هي هاي الفايبر جلاس، أو هي الصوف الزجاجي أو الصوف الصخري. بالحقيقة أفضل عازل للحرارة هو الهواء، الألمنيوم لا، الألمنيوم بالعكس موصل جدا للحرارة، لهذا أكو طاوات ألمنيوم، أكو جدورة ألمنيوم.
ليش درت الفافون؟ احنا نخلي الجدر والحرارة توصل بسرعة من النار للأكل. الهواء، الهواء هو أفضل عازل حراري. ليش؟ الطاقة تنتقل حسب كثافة المواد. المواد الصلبة كثافتها عالية. شنو الألياف الزجاجية؟ راح نشرحها هسه. ما أعرف اسمك بس أكو طالب كتب شنو الألياف الزجاجية، راح نشرحها. أي هسه راح نشرحها إن شاء الله. الهواء بما أنه كثافته قليلة، بما أنه جزيئاته متباعدة، فما يوصل حرارة بسهولة، لأن جزيئاتها حرة الحركة متباعدة، مسافة بيناتهم كبيرة، مو مثل المعدن. المعدن كثافته عالية، المعدن جزيئاته متراصة، الصوف المعدني أعتقد هم دكتور، أي صح، اللي هو الصوف الصخري صحيح. هسه راح نشوفهن الصوف المعدني. من تعرف هاي المعلومة؟ 3-1-4-0-9-4. اللي قال الصوف المعدني ممكن يشرح لنا شوية؟ سامحها دكتور دحكي. جيد. فالهواء إذا احنا خلينا نقول حطينا بس هواء، ليش بدنا نحط صوف صخري؟ راح نحط هواء بين ما بين القشرة الخارجية وما بين الحجرة الداخلية، فراح نحصل على نفس الكفاءة. الصراحة لا، راح نحصل على عزل حراري ممكن، بس راح نحصل عزل حراري أفضل لو حبسنا الهواء، لو حبسنا الهواء بجزيئات صغيرة أو جيوب صغيرة، ونوزعها هاي الجيوب الصغيرة داير مداير الحجرة الداخلية. فهسه خلينا نشوف احنا الصوف الصخري شلون صاير شكله على مود يكون واضح لكم. جلاس وول. يجوز بيكم كم واحد مغلفين بتانكي البيت الصوف الزجاجي مستعملي، بعضهم يستعمله بتغليف تانكي البيت على مود يعزل الحرارة بالصيف. هذا هو الصوف الزجاجي، يجي رولات أو يجي يعني باد كاملة، هذا شكله. واضحة الصورة طلاب؟ طلاب الدكتور واضحة. جيد، مثل ما نشوف هسه إذا نشوف هاي الصورة، هاي الصورة صورة مقارنة ما بين الصوف الصخري والصوف الزجاجي. هذا عبارة عن شعيرات، شايفين شعر البنات؟ الحلويات هاي يسموها شعر بنات. أكو أحد ما شايفها؟ جيد. شعر البنات هو عبارة عن شكر ومحبوس بداخلها هواء. يعني شايفين شلون هيك منفشة، وهذه أكو هواء بداخلها. طريقة شعر البنات يحطون شكر بآلة طرد مركزي، ويحطون خشبة، والشكر راح يصير بطرد مركزي، يصير على شكل ألياف. هاي الألياف تتجمع على هاي الخشبة، وراح يكون بيناتهم هواء. بين الألياف راح يكون عندنا هواء. بالضبط الصوف الزجاجي ينصنع بنفس الطريقة، ينصنع بنفس الطريقة، يحطون مواد معينة بآلة طرد مركزي، وآلة الطرد المركزي تطرد ألياف زجاجية، هاي الألياف تتجمع ويصير بيناتها هواء ونستخدمها. هاي جيوب الهواء اللي راح تنحصر ما بين الألياف، مثل ما انحصرت بشعر البنات، أو مثل ما انحصرت بالصوف الزجاجي أو بالصوف الصخري، هاي جيوب الهواء هي اللي راح تسوي لنا عازل، راح تخلينا أكو فرق كثافة حيصير ما بين الصوف نفسه، ما بين الألياف نفسها وما بين الهواء. فرق الكثافة هذا راح يصير لنا مثل الحاجز لعبور الحرارة. فتتخيلوا راح تجي الحرارة تصطدم بصوف، راح بين ما تنتقل الحرارة من الصوف بعدها راح تصطدم بهواء،
راح تنتقل بينما تنتقل الحراره من الصوف للهواء راح تصطدم بصوف ثاني والى اخره، فراح تصير عده حواجز لعزل الهواء. هو العزل مو 100%، احنا ما نقدر نمنع الحراره 100%، بعض الاحيان اذا نلزم الفرن من برا نلقاه حار، بس احنا اذا نحافظ قدر الامكان نمنع الحراره او نبطئ انتقال الحراره قدر الامكان. هذا اللي هو الصوف الزجاجي. الصوف الصخري لا، ينصنع من مواد طبيعيه، صخور ومواد معدنيه موجوده بالصخور، وتنصنع بنفس طريقه الصوف الزجاجي. الصوف الزجاجي مواد عاديه. اذا بنشوف هاي الصوره تشوفون هذه يستخدموها عوازل بالبيوت حتى تمنع انتقال الحراره ونحتفظ بالحراره داخل البيت. الصوف يستخدم بعده اماكن. الصوف زجاجي كان او صخري اثنيناتهن مواد مو زينه على جسم الانسان، مواد سامه، مواد تسبب تحسس وتهيج، مواد تسبب قحه وامراض صدريه، فغالبا يتعاملون وياها بحذر. خلينا نعبر سالفه الصوف، نرجع الى المحاضره. بس صار واضح شنو الصوف، شلون شكله، شنو وظيفته. جيد، نرجع الفايبر جلاس اللي هي الجزء الثاني من الجهاز. الفايبر جلاس دكتور شنو يقصد بالصوف الزجاجي، شنو يقصد بالزجاجي؟ جام؟ لا مو جام، هي مواد تشبه الزجاج، يعني هي مو قزاز ونسوي، لا مواد معدنية تنحط الطرادات مركزية و يتم طردها. إذا نجي على تعريف الصوف الزجاجي بالضبط، الصوف الزجاجي تعريفه من مقالة ويكيبيديا يقول هي مواد عازلة حراريا تصنع من ألياف زجاج ملبدة على وجه مشابه لألياف الصوف، يعني ينصنع على شكل الصوف. أما تعريف الألياف الزجاجية هي مواد مصنعة من ألياف رفيعة جدا، وهذه الألياف تكون أدق من الشعر البشري بمرات كبيرة وتصنع من الزجاج. الزجاج هو سيليكا أعتقد، نتأكد من الزجاج. جلاس نعم، مواد صلبة تصنع من سيليكا، سيليكا وأكسيد الصوديوم. فجزيئات السيليكا وأكسيد الصوديوم راح تنحط، ما راح نصنع من عندها جامة، راح نصنع من عندها ألياف، وهاي الألياف راح تتشكل بالطريقة اللي شرحناها مثل طريقة شعر البنات، نسوي من عندها صوف. واضحة حالياً؟ هنا اكو خطا بالملزمه. انا ذكرت لكم انه هاي الملزمه هي ملزمه الكليه التقنيه، فالملازم شويه بها اخطاء. يقول اكو نوعين من الالياف الزجاجيه، البنيه والصفراء. الصراحه لا، اكو نوعين من الصوف العازل، صوف صخري وصوف زجاجي. الصوف الصخري بني، الصوف الزجاجي اصفر. فهنا أنا يقول براون فايبر جلاس، هي المفروض براون وول مينرال وول او روك وول، اللي هو رخيص الثمن، cheap but it's dangerous substances because it cause inflammation and the chest should be wary of dealing with. الصوف الصخري عادة يسبب التهابات بالرئة، بعضهم يقولون يسبب سرطان، هو مواد مسرطنة، لهذا لازم نكون حذرين جدا بالتعامل وياها. اما اليلو فايبر جلاس اللي هو حقيقة هو الفايبر جلاس نفسه، موجود أقل خطورة من الصوف الصخري،
يسبب حساسية أقل، بس بنفس الشيء لازم نتعامل وياه بحذر. نلبس كفوف، نلبس نظارات عازلة، ونلبس كمامات عازلة، مو الكمامة العادية. غالبا يلبسون الان 95 حتى تمنع جزيئات الصوف، جزيئات الزجاج ان تدخل للرئة مالتك. الادفانتج مال فايبر جلاس هو عازل للحرارة. شرحنا شلون يعزل الحرارة وأهمية عزل الحرارة. ثالثا الحجرة الداخلية. الحجرة الداخلية مصنوعة أيضا من الألمنيوم أو الستيل لنفس الخصائص، شكلها مكعب عازلة حراريا من الخارج، بيها it has ribs، ribs أضلع، بيها أضلع حتى نحط الرفوف عليها. شايفين الأفران تصير بيها هيك تقعرات وتحدبات على مود نحط الرف عليها. مصنوعة من مواد مقاومة للتأكسد. بعدها الرفوف shields، هي صواني أو أسطح نحط عليها المواد، أحجام مختلفة، أعداد مختلفة، سعات مختلفة، همينة تنصنع من الستيل أو الألمنيوم، تكون مثقبة على مود تسمح لنا بالهواء الحار إنه يتداور. أهم فقرة ما ذاكرتها هاي الملزمة هي طريقة عمل هذا الأوفن. شلون هذا الأوفن دا يعقم؟ شلون دا نعقم بالحرارة؟ شنو اللي دا يصير بحيث احنا دا نعقم بهذا الجهاز، دا نعقم المواد؟ اللي دا يصير هو فد شيء يسموها عملية الأكسدة، أوكسيديشن. شلون دا يصير هاي الأوكسيديشن؟ هو أكسجين موجود بداخل الفرن، لأنه الفرن مفتوح مو مغلق، مو جهاز مغلق، بالإضافة لأنه بيه بوابات تسمح بمرور الهواء. والحرارة، أكسجين وحرارة راح تسرع لنا من عملية الأكسدة. عملية الأكسدة تقتل لنا البكتيريا، تقتل البكتيريا وتقتل المواد العضوية بالتفاعل وياها وحرقها، حرقها بالمعنى الحرفي يعني. أصلاً هو الحريق هي عملية أكسدة، مثل الخشب، الخشب كربون، من انحرقه راح يصير عندنا سي او 2، راح يندمج الكربون والاكسجين، فاحنا دا نسوي عملية اكسدة للخشب. بنفس الفكرة احنا هنا دا نسوي عملية اكسدة وحريق للمواد العضوية. الحرارة تنتقل، لنفرض عندنا مشرط ستيل، راح تنتقل الحرارة اول شيء على سطح الستيل، راح تعقم السطح، وبعدها راح تنتقل الحرارة إلى داخل الستيل، ما نحتاجها حتى تعقم، بس راح تحتفظ بالحرارة لأطول فترة ممكنة حتى تقضي على البكتيريا بوقت مناسب. عادة يحطون نص ساعة أو ساعة حسب مدة التعقيم وحسب نوع المواد اللي نريد نعقمها. انتقال الحرارة يكون في شيء اسمه الحمل الحراري. الحمل الحراري حرارة تنتقل لنا من مصدر مشع حراريا اللي هو الهيتر. الهواء اللي داير مدار الهيتر راح يحمى، راح يتداور الهواء، الهواء الحار يصعد لي فوق والهواء البارد ينزل لي جوا، وراح تصير دوامة مال هواء حار. هاي الهواء الحار راح يفتر على كل المواد ويعقمها. الصراحة الأوفن مو جهاز تعقيم يعني وافي وكافي، فلهذا اكو اجهزه تعقيم افضل من عنده، اللي هي راح ناخذها بالمره الجايه، الجهاز الاوتوكليف وغيرها. فهاي طريقه عمله يعني، هاي مبدا عمله. الاجزاء الكهربائيه من هذا الجهاز: باور سبلاي، هيتر، ثرموستات، ثرموميتر، تايمر، فيوز، كنترول بانل. راح نجي نشرحها بالتفصيل. الباور سبلاي، يعني احنا الاوفن العادي، الاوفن هسه مال البيت، ما نحتاج لباور سبلاي. كهرباء 220 فولت تدخل للجهاز، تسخن لنا الهيتر ونوقفها ونقطعها. بس الاجهزه اللي بيها مؤقت الكتروني، الاجهزه اللي بيها ثرموميتر الكتروني، نحتاج، او ثرموستات الكتروني، نحتاج الى باور سبلاي. باور سبلاي حيغير لنا الطاقة من اي سي الى طاقة دي سي، من طاقة متناوبة الى طاقة مستمرة، ويخفض لنا من الفولتية حتى نستعملها ويا الاجهزة الالكترونية اللي نحتاجها.
فيقول لك هو جهاز يستعمل حتى يجهز لنا طاقة يحولها من 220 اي سي الى دي سي، بعدها حتى نشغل الكنترول بانل او الشاشة. الهيتر هو اهم جزء بالجهاز، يعني هو هيتر، وشون الفرن بس عين مال نار، كذلك الفرن الكهربائي الهيتر اهم قطعة. الهيتر منو يعرف شنو الهيتر؟ اكو حد يعني اعتقد انتم ماخذيه بالفيزياء. الهيتر شنو هو؟ مصدر حرارة، صحيح. من شنو يتكون؟ دكتور اي عبارة عن اسلاك او ملف، صح نعم، وطاقة كهربائية تؤدي الى طاقة حرارية، صح، نحول الطاقة الكهربائية الى حرارية، نعم. اي حسن اسعد رفعت ايدك. حسن اختفى. المهم الهيتر هو سلك بمقاومة معينة، من يمر التيار من خلال هذا السلك، المقاومة راح تقاوم مرور التيار، راح يحمي السلك جراء هاي المقاومة، وراح تصعد حرارته. الحرارة من تصعد راح يبدي يشع حرارة، راح ينقل الحرارة إلى المحيط ويبدي يصير مصدر للحرارة، حول لنا الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. هذا بكل بساطة الهيتر. الهيتر هو جهاز ينتج لنا الطاقة، يصعد لنا الحرارة من خلال مرور التيار through a conductor having high resistor to current flow، مقاومة عالية لمرور التيار. يعني هذا السلك بمقاومة تقاوم مرور التيار، فينتج لنا من عندها حرارة. الهيتر element has the following characteristics. الهيتر بخصائص محددة: high resistance مقاومة عالية، عازل للكهرباء electrical insulation، thermal conductivity موصل للحرارة. أهم نقطتين هي أنه يكون عازل للكهرباء موصل للحرارة. لو فرضنا هسه احنا عندنا هيتر، نفس الهيتر اللي بالسخان أو الهيتر اللي بجهاز اللي فور المي، راح تشوفون أنه الهيتر قدام عينكم يوصل حرارة بس ما يوصل كهرباء، وهذا الشيء شوية صعب أنه يصير، فلهذا يستخدمون عوازل جوة تمنع أنه السلك الكهربائي يطخ بالمعدن الخارجي. ما اعرف اذا احد منكم شايف هيتر مكسور او لا، بس الهيتر مال السخان المكسور عبارة عن سلك يمر داخل انبوب بس ما يتلامس وياه. هذا السلك يمر به كهرباء ويصدر حرارة، الحرارة راح تنتقل، شايفة جيد، الحرارة راح تنتقل للانبوب الخارجي، بس لازم ما يتلامسن حتى لا يوصل لنا كهرباء. فهو اهم شيء يكون موصل للحرارة وعازل للكهرباء. هاي خصائص. اكو من عدة 6 انواع، الصراحة اكو من عدة اشكال لا تعد ولا تحصى. يقول وحدة من اشكالها انه الدائري مثل هيتر القديم مال اللي كانوا يفورون عليه مي. اليو تايب شيب، اليو تايب هو غالبا بالسخانات صاير على شكل حرف يو. سايد ويف، سكوير تايب مربع، ثري سايد الى اخره، فور سايد تايب، اكو من عدة اشكال، فلازم نعرف شنو الشكل اللي بدنا نستخدمه بالاوفن قبل لا نبدله، قبل لا نصلحه. ثرموستات والثرموميتر، وتنتهي المحاضره. الثرموستات، من يعرف شنو الثرموستات؟ من شايف الثرموستات؟ وين يستخدم الثرموستات؟ سامعين بي؟ ما عطلان عندكم جهاز بالبيت قايل لكم هذا الثرموس؟ اي هو تحكم بدرجة الحرارة. حسن اسعد عاشتي لك. بعد وين شايفين هذا الجهاز؟ منظم للحرارة، مضبوط، بالهيترات والبويلر، بالثلاجة، صح، بالثلاجة.
ثلاجة هاي البكرة اللي نفرها حتى نتحكم بالحرارة هذا ثرموستات بالأير كونديشن، نفس الفكرة بالسبالت بالهيترات بكل شيء نريد نتحكم بحرارته سواء تبريد أو تدفئة نحط له جهاز اسمه الثرموستات. هذا الجهاز بالسيارة، بالسيارة نفس الشيء الثرموستات تزيد التبريد، وبالسيارة اكو ثرموستات ميكانيكي اللي مصلح سيارة راح يعرف وين. اكو واحد رفع ايده 314099 جاوب قال بالثلاجة. جيد، اكو احد بيكم مصلح سيارة؟ ثرموستات ميكانيكي موجود بالسيارة بالتبريد اوكي، بس اكو ثرموستات اللاخ موجود ايضا بالسيارة بالرادياتر مضبوط اللي هو ولف الحماوة، ولف الحماوة ايضا ثرموستات يعتبروه. المهم الثرموستات هو جهاز يتحسس الحرارة وبعدها يقوم بأداء مهمة معينة لما توصل الحرارة لفد نقطة احنا رايديها. كالتالي احنا اذا نشغل تبريد بالبيت حاليا مثلا صيف، تنشغل تبريد درجة حرارة الغرفة 30، احنا نريدها تصير 20، التبريد راح يشتغل يبرد لنا الغرفة. من توصل درجة حرارة الغرفة 20 الثرموستات دائما دي يتحسس الحرارة، من يشوفها وصلت 20 يطفي التبريد، يوقف الكمبريسر مال التبريد حتى لا تبرد الغرفة أكثر من 20. بعدها تبدي تحمي الغرفة، من توصل حرارة الغرفة 23 يرد يرجع يشغل الكمبريسر، فهو يتحسس الحرارة ويقوم بأداء وظيفة معينة احنا مصممين على هذا أساسها. نفس الشيء بالأفران، الفرن نريد حرارته توصل لل 250، الحرارة من توصل 250 الثرموستات يطفي الهيتر، الحرارة من تبرد لل 240 الثرموستات يشغل الهيتر وهكذا. فالثرموستات إلى عدة أشكال، إلى عدة تصاميم، أكو منها الغازي، أكو منها الكهربائي، أكو منها الميكانيكي مثل ما ولف الحماوة، أكو من عندها مواد ثرموستات يتحمل حرارة كلش عالية، لا أكو يتحمل برودة كلش عالية مثل ثرموستات الثلاجة والمجمدة. فالثرموستات هنا أنا تعريفه شوية مو صحيح لأنه هذا دي يعرف ثرموستات بشكل واحد، فيقول هو سيمي كوندكتر، مادة شبه موصلة مصنوعة من السيراميك بها مقاومة حرارية تتغير مع تغير الحرارة. صراحة هذا نوع واحد من الثرموستات اللي هو ثرموستات الثرمو ريزيستر يسموه، مقاومة تتغير قيمتها بالحرارة تصعد وتنزل، فمن تتغير قيمتها تسوي لنا فد وظيفة معينة. فهذا نوع واحد، بينما هو عدة أنواع وظيفته الأساسية يتحسس الحرارة ويقوم بأداء عمل معين مقابلها. لذا so it is a sensor of heat connecting directly with heater and the separation of heater. separation يعني كلمة كلش مو صحيحة، هاي التعريف كله مو صحيح. هو حساس كاتبين هنا، كاتبين انه هو حساس يتحسس الحرارة ويفصل لنا الهيتر، يعني ممكن نقتنع بهذا التعريف بس كلمة separation مو صحيحة. هذا هو الثرموستات. خلينا نشوف صورة الثرموستات بشكل سريع. يسون ينجب التعريف الصحيح. هنا أنا المشكلة. انتبه على اللي أنا شرحت لك إياه على وظيفته وأدائه، وتقدر يعني خلي ببالك اللي أنا شرحته بس غالبا جاوبني على الملزمة، على هذا الحكي اللي بالملزمة. خلي نشوف الثرموستات أشكاله بصورة سريعة. هذا
هاي هذا الثرموستات الجديدة الإلكترونية، هذا الثرموستات اللي أغلبنا شايفيه، هذا طبعا ثرموستات مال السيارة، هذا هنا الجزء الألمنيوم هو الجزء اللي دي يتحسس الحرارة، هذا هنا نوب يسموه حتى نتحكم إحنا شقد نريد الحرارة، ومن هنا تطلع الفانكشنز اللي إحنا نريد نسويها. إذا نقول air condition thermostat، هذا هو شكل ثرموستات الار كونديشن او السبلت اللي مستخدمين او مصلحين سبلت او ار كونديشن شايفيه، هذا يكون عبارة عن انبوب صغير بغاز، هذا الغاز مثل ما تعرفون الغاز يتمدد بالحرارة ويتقلص بالبرودة، فهنا هذا الغاز يدخل هنا، هاي الانبوبة كلها بها غاز، هاي الانبوبة النحاسية تنصنع من نحاس غالبا على مود يوصل حرارة بشكل أسرع، هاي بداخلها الغاز، الغاز يتمدد من يكون حار من يحمى ويتقلص من الهواء بارد، فبهاي الطريقة احنا نتحكم بالحرارة إذا ازدادت أو نقصت. أو خلينا نشوفكم الثيرموكابل، الثيرموكابل هو نوع ثاني من ثيرموستات وثيرموميتر بنفس الوقت يستخدم، لأنه ينتج لنا فولتية بسبب اختلاف الحرارة، من تتغير الحرارة عليه ينتج فولتية، فإحنا هنا نقدر نستخدمه كثيرموميتر نقيس به الحرارة، لأن تغير الحرارة بطردي مع الفولتية، عفوا تغير الفولتية طردي مع الحرارة، أو نستخدم الثرموستات بفولتية معينة نفصل الهيتر بفولتية معينة نشغل الهيتر. هذا الثرموستات، وراها عندنا قطعة ثانية إلكترونية أو كهربائية بالجهاز يسموها temperature indicator أو الثرموميتر، هذا ثرموستات اللي شرحناها ثرموميتر مقياس الحرارة، قيس الحرارة حتى نعرف ايش قد وصلت حرارة الجهاز الداخلية، من عندها نقدر نتخذ اجراءات معينة، نقدر حتى نشخص الاعطال من خلال الثرموميتر. فخلنا نشوف الثرموميتر شلون صاير شكله. الثرموميتر طبعا هو ابسط اشكاله اللي هي المحرار الزئبقي او المحرار الكحولي، خلينا نقول له اوفن ثرموميتر، هذا اوفن ثرموميتر، هنا أنا متحسس للحرارة وهنا أنا مقياس الحرارة يطلع لنا، خلينا نقول له ديجيتال ديجيتال اوفن ثرموميتر، متحسس للحرارة وشاشة عرض بأبسط شكل له. عادة الثرموميتر أما يكون ثرموكابل مثل اللي شرحناه قبل شوية، جهاز يعطينا فولتية من تزداد الحرارة أو تنقص، أو يكون حساس حرارة إلكتروني يعتمد على تحويل الحرارة إلى إشارات رقمية نتحسسها بعدين. عدة أشكال للثرموميتر، فالثرموميتر شكله مو ثابت نفس الثرموستات، ثرموميتر يقول there are thermometer and thermocouple and identified for the internal temperature، يتحسس ان الحرارة الداخلية، ان شاء الله بالعملي راح يشرح لكم استاذ عصام او نشرح لكم شلون نشخص الاعطال من اختلاف الحرارة ما بين الثرموميتر والثرموستات. تايمر مؤقت نفس المؤقت اللي بالأوفن، نوقته على نص ساعة على ساعة يطفينا الجهاز بعدها. أكو نوعين كهربائي أو ميكانيكي، إذا ميكانيكي فهو مجرد سبرينج ورولات، إذا كهربائي فهو مايكرو كنترولر بمؤقت. الفيوز
الفيوز هو موجود بكل الأجهزة الكهربائية، يحمينا من الشورت التيار، من سحب التيار العالي بسبب شورت سيركت. كنترول بانل، خلينا نرجع على المحاضرة. الكنترول بانل هي اللي شفناها بالبداية بالأوفن، هي الشاشة والدقم والتحكم، هاي كلها يسموها كنترول بانل. لوحة التحكم بها الشغلات الأساسية، مثلا بها أضوية تبين لنا الهيتر شغال أو لا، بها أضوية تبين لنا أكو كهرباء أو لا، بها شاشة تعرض لنا الحرارة، بها دقم نتحكم من عندها بدرجة الحرارة اللي نريدها إلى آخره. فهو يقول هي contains several elements and the most important about indicator power lamp اللي هو الضوء الأخضر، أو indicator heater lamp اللي هو الأحمر، بها on off والتايمر والنوب وإلى آخره. هذه كلها عن الأوفن. أي سؤال، أي استفسار عن الأوفن؟ أي نعم دكتور، بالنسبة للألمنيوم المن ذكرناه؟ الألمنيوم ذكرنا هو المادة اللي يصنعون من عدها القشرة الخارجية، أو يصنعون من عدها الحجرة الداخلية، أو يصنعون من عدها الرفوف. أها أي. ذكرناها ليش؟ لأنه تنصنع من عدها، هي حد يعني مقاومة للضربات، مقاومة للتأكسد. أكو أحد بعد عنده سؤال؟ أي نعم دكتور، تفضل. بالنسبة لآلية العمل تقدر تعيدها بشكل مختصر؟ آلية العمل، الأوفن يشتغل بالحمل الحراري، الهيتر راح يسخن الهواء اللي داير مدايره. عاده الهيتر يكون اسفل الجهاز، الهواء الحار يصعد لي فوق والهواء البارد ينزل لي جوا. الهواء الحار من يصعد يمر على الاجهزه اللي نريد نعقمها، او المواد اللي نريد نعقمها. هاي المواد راح تحمي، من راح تحمي المواد بوجود الهواء، الحراره ويا الاكسجين تسبب لنا اكسده اللي هي حريق. يعني هو مو حريق بالمعنى اللي نشوفه احنا، لا، بس سبب لنا اكسده، تفاعل المواد العضويه مع الاكسجين. ما راح تتفاعل المواد العضويه مع الاكسجين، راح تموت الخلايا، راح تموت البكتيريا. بهاي الطريقه احنا عقمنا المواد. الاكسده، خلي اعطيك فد مثال بسيط عليها، اللي هي شايف من الطق بيضه بالدهن. إذا الطق بيضة بالدهن، حرارة عالية، أكسجين موجود، البيضة مادة عضوية كربونية. بعد فترة البيضة راح تبدي، إذا حطيتها على حرارة عالية، البيضة أطرافها إيش راح يصير بيها؟ طاق بيضة قبل؟ إذا بنقسم داخلي فأكيد يعني تستوي أطرافها، راح تستوي صح، بس بعدها إيش راح يصير بيها؟ لفترة طويلة، حرارة عالية، تحترق. فإحنا هنا حرقنا البيض، أكسدناها. إحنا النار مو مباشرة، البيض احترقت بدون وجود نار، البيض احترقت بوجود الحرارة والأكسجين، تحولت إلى فحم كربون وسي أو تو. بنفس الطريقة احنا دا نحرق، مو دا نقلي، لا، دا نحرق المواد العضوية اللي موجودة على الأجهزة، يعني على السكاكين والمشرط وغيرها، عليها جراثيم، عليها بكتيريا، عليها خلايا حية. احنا دا نحرقهن الذني المواد، دا نأكسدهن بالحرارة والأكسجين. مبدأ العمل صار واضح؟ واضح دكتور، واضح ان شاء الله واضح. اكو احد بعد عنده استفسار؟
طلاب اريد شغله من عندكم قبل لا احد بيكم يطلع. كل طالب يكتب اسم الثلاثي بالشات وبدون تكرار وبدون يعني تشات بيناتهم. أكو أحد بعد ما كتب؟ أكو أحد بعد ما كتب اسمه؟ الكل كتبت اسمها؟ طلاب مرة ثانية، أكو أحد ما كتب؟ يعني دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه دكتور، هسه عادي نقدر نغادر؟ لا، عندكم كويز دكتور، بس بالنسبة للكويز بيها مجال يكون الاثنين، يعني احنا هسه بالطريق رايحين الكربلة. اسمك شنو؟ اثنين ما عندنا شيء. ابراهيم ميثم انا. دكتور حتى احنا المادة ما قارية يعني. ويانا هم طلاب كذلك محافظات. نعم. اذا يعني ما اذا ماكو مشكلة. كم واحد ما حاضر المحاضرة خلي يسوي رايز هاند، خلي يرفع ايده. مو حاضريها وتقولون ما حاضريها حتى ما تفوتون كويز يعني. لا نقدر نقارن بالموضوع ترى. أنا حاضر المحاضرة يعني، أنا هسه بالطريق وفاتح. لا حاضرها أنا هسه. شوف يعني أنا من البداية. لا زهراء بس ليش بالنسبة تكتبين، رفعي لخصوص ايدك الكويز يعني. اذا ما حاضره. يعني دكتور هسه أنا أرفع إيدي لو شنو؟ لا اذا ما حاضر، اذا حاضر لا ترفع ايدك. انا بس اللي ما حاضرين يرفعون ايديهم حتى احسبهم. تمام دكتور، أنا بس بخصوص الكويز يعني. اوكي اعطينا مهله. شكرا دكتور. تقريبا 24 طالب محاضر المحاضرة. الطلاب الكل المحاضرة نازلة، تروحون تشوفوها مثل ما قال صديقكم. إن شاء الله يوم الاثنين راح ينزل الكويز. الكويز حيكون بمؤقت يعني فترة محددة، و تقريبا 10 دقائق الكويز. الإجابات راح تنقل أوتوماتيكيا. حاولوا لا تغشون ولا تسوون كوبي بيست، لان نفس الشيء اكو حاليا ضافوا اضافات. تكتشف الكوبي بيست، تكتشف الكلام المنسوخ نصا. من زهراء علي فاضل. دكتور اعتذر على شنو؟ قبل لا ننهي المحاضرة، اكو احد عنده استفسار على الاسايمنت؟ الاسايمنت ترى بوقت محدد وينتهي، عليه درجتين كاملة على السعي. اكو واحد عنده استفسار عن الاسايمنت؟ دكتور على كلاس اسئلك ان شاء الله بس اقراها. ها هي ان شاء الله. الكويز بالمحاضرة الأولى، بالمحاضرة الأولى فقط الكويز. الكويز بالمحاضرة الأولى. تمام؟ يلا راح ننهي التسجيل طلاب. أي أحد عنده استفسار شيء، أي شيء ثاني خليه يسألنا بعدين على الكلاس روم إن شاء الله.